السنوات الماضية لتستفتح مشوارها في هذا الموسم مع المرموم ومع هذه المكارم، وهذا الموسم القادم بكل مشاهدينا الكرام قوة إلى سباقات الهجن التي تتقدم فيه السباق دائما، والنخبة تتواجد في مقدمة الأشواط والمسارات. نعود إلى حضراتكم لنتابع البداية لثاني الأشواطنا من خلال هذه اللحظات، ونجد المركز الأول اللي سارت فيه وأبعدت المسار من البداية حتى هذه اللحظات لسهيل بسطان بن رشيد. هذه هملولة هي من احتلت المركز الأول وسيطرت على البداية من البداية. نشوف المركز الثاني، المركز الثاني العنود لخميس بن سعيد بن صالح الزرعي هو من يتواجد ويحتل المركز الثاني من خلال هذه اللحظات. الباسلة من تحتل المركز الثالث، الباسلة تتواجد والملكية لمحمد. عودة إلى سهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي على بداية الشوط وهو في المركز الأول مع تقديم هملولة. هملولة هملولة مع دكتور الأصايل انطلقت هملولة أيها الحبل الكريم، ما عليها أي خوف ما عليها أي خطورة، هي المسيطرة حتى هذه اللحظات. إنها لحظات رائعة ولحظات جميلة على الموقع الأول المركز الأول المركز الفنان. انطلقت هملولة الآن في هذه اللحظات لتحقق كذلك توقيت مميز جميل وكذلك منافسة رائعة. تهانينا والناموس لسهيل بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز وهذا الانتصار. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني شواهين لسعيد بن عبد الله الرميذي، المركز الثالث الحميدي بن سالم العمري مكاسب، المركز الرابع فهيد بن طحنون الهاجري، والمركز الخامس هناك رجيفة راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. إذا مشاهدينا الكرام يصل في المركز الخامس في هذا الانطلاق. هكذا كانت النتيجة مع مسارات التحدي والمنافسة الأولى. نعود إلى هملولة المنطلقة من البداية حتى خط النهاية بدون أي منافس ولا منازع على بداية هذا الشوط. 6 دقائق 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي على فوزها بالمركز الأول واحتلالها البداية حتى النهاية. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كانت شواهين لسعيد بن عبد الله الرميثي من وصلت واحتلت المركز الثاني ب6 دقائق 14 ثانية وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث وصلت فيه مكاسب أيها الحبل الكريم لحميدي بن سالم العمري وقدمت عرض هنا مع خط النهاية بتوقيت زمني 6 دقائق 16 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين في انطلاقات هذا اليوم.